جديد عشان لو جت. الفكرة بقى يا جماعة رقم 10 اللي هي التورك، وكان لازم التورك لو خدت بالك يجي ورا الفورس، لان احنا عرفنا خلاص ان السلك ده لو عدى فيه كارنت هيتقلب ماجنت، اتحط مش بارلل هيتأثر بفورس. فراحوا عملوا ايه بقى يا جماعة؟ جابوا سلك ركبوه في سلك، ركبوه في سلك، وهنا كمان سلك. ففي حاجة اسمها يطلق عليها كويل، بس هي في الاخر اربعة ايه يا ما؟ اربعة واير اسمهم A B C D، وحطوا هنا ماجنت وهنا ماجنت، ومشوا جوه الكويل ده كارنت. رجع معايا السلك ده، سلك ماشي فيه كهرباء محطوط بيربنديكلر في الماجنتيك فيلد اللي باللون الاحمر ده اللي هو ماشي من الان للاس، فقطعا السلك ده بيتاثر بفورس. طب نعرف اتجاهها ازاي؟ بفليمنج ليفت هاند رول. ادي الفيلد، ها ادي الكرنت لفوق، وادي الفيلد يا جماعه، يبقى الفورس لجوه، يبقى هذا السايد هيتاثر بالقوه لجوه. طب يلا ادي الفيلد، ادي الكرنت لتحت، يبقى الفورس لبره، يبقى ده هيتاثر بفورس الفين لبره. يعني الجسم ده هيتاثر بقوتين. ايه مواصفاتهم القوتين دول يا جماعه؟ عاملين ازاي؟ واضح ان هما ايكوال، واضح ان هما اوبوزيت، واحده جوه والثانيه بره، والثالثه ايه يا جماعه؟ نوت، ركز فيها، اون ذا سيم لاين. يعني ايه يا مستر نوت اون ذا سيم لاين؟ يعني واحده على الخط ده والثانيه على الخط ده. طب مستر ما تورينا قوتين على خط واحد. تعالى كده، لو قوة كده وقوة كده يكنسلوا بعض، لو قوة كده وقوة كده ها يكنسلوا بعض، دول على خط واحد، اما دول مش على خط واحد. طب الجسم لما يتأثر بقوتين بالمنظر ده يا جماعة يحصل ايه؟ يحصل للجسم روتيشن، يبتدي الجسم يا جماعة يلف حوالين اكسس معينة، وبالتالي يحصل للجسم روتيشن. احنا بنقول عليه في الفيزيكس تورك، وبتوع الماث بيقولوا عليه ايه يا جماعه؟ كابل. رمزه عامل ازاي؟ رمزه عامل كده. سالنا بتوع الماث بتحسبوه ازاي؟ قال لك مش القوه دي قد القوه دي، مثلا 6 نيوتن و6 نيوتن، ها خد اي قوه من الاثنين هم قد بعض. في البربنديكولار ديستانس ما بين القوتين، دي يا جماعه مش دي، المسافة العمودية بين القوتين، في قوة هنا وقوة هنا. فين المسافة؟ أهي في البربنديكولار ديستانس بين القوتين. ده يديك مين يا جماعة؟ التورك ماكسيمم. بعد الإثبات طلع التورك في منهجنا إحنا بيساوي بي أي إي إن، ولو عمل زاوية ساين ثيتا. البي اللي هي بتاعت الماجنت يا جماعة، الاي بتاع الكويل، الاريا بتاعت الكويل، الان بتاعت الكويل. ما بتفكركش بحاجه دي؟ اف ايكوال بل، كانت البي بتاعت الماجنت والاي والال بتوع السلك. اذا وانت بتذاكر هتقول ها في فورس ايكوال بل، وفي التورك ايكوال بايان ساين ثيتا، دايما البي بتاعت الماجنت الخارجي، وبقيه القانون بتاع مين؟ يا اما السلك في بل، يا اما الكويل في التورك. الخناقة كانت بقى ها مين الزاوية؟ انت بتقول لي تورك بيساوي بي اي اي ان ساين ثيتا. راجع معايا، ده الماجنتيك فيلد، ده الكويل، ده البربنديكولار تو كويل. خدت بالك عامل معاه زاوية كام؟ عامل معاه زاوية 90. هو بيقول في المنهج ان الزاوية بتاعتك اهي ثيتا، دي اهي ما بين البربنديكولار تو كويل والفيلد. فعشان يسمي البربنديكولار تو كويل اسم سماه ايه يا جماعه؟ ماجنتيك دايبول مومنت. سموه ايه؟ ماجنتيك دايبول مومنت. هو خط وهمي بربنديكولار على الكويل كده. لو الكويل بربنديكولار هو بارلل، لو الكويل بقى بارلل هو ايه؟ بربنديكولار. ده الكلام. طب في حاجه كمان، لو الكويل بيلف كده يا جماعه، بيلف كده، طب مش الخط اللي انا رسمته ده عمودي على الكويل كمان؟ اسمه ايه السهم ده يا جماعه؟ دايركشن اوف فيلوسيتي. انا بخاف من الكلام ده، ان يجي يقول لك ايه الزاويه بين الدايركشن اوف فيلوسيتي والماجنتيك فيلد 30.
فانت تروح واخدها 60. لا ما هو دي الزاويه اللي احنا عايزينها. انت دايما ها الزاويه دي مش عايزها ما بين ايه وايه؟ الكويل والفيلد. فاول ما يقول لك الزاويه بين الكويل والفيلد مثلا ايكوال 70، اقول له بس يبقى دي ب 20 اللي انا عايزها. يبقى معها الثيتا في التورك غير الثيتا فين؟ في فاي ايكوال اب سنه واف ايكوال بل سنه. ازاي يا مستر؟ تعالى نعمل مقارنه اهو. انا عندي فاي بتساوي اي بي ها ساين ثيتا، وعندي اف بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، وعندي تورك بيساوي بي اي اي ان ساين ثيتا. هنا لو ده الماجنتيك فيلد وده الكويل بيربنديكولر، يبقى وانت مطمن ثيتا ب 90 لانه بيربنديكولر. لو ده الماجنتيك فيلد وده الكويل، يبقى الفيلد مش خابط فيه، يبقى ثيتا بكام؟ بزيرو. ده لو بارلل. ده يا جماعه اللي احنا نفسنا نقوله، ده اللي احنا نفسنا فيه. لو بارلل نقول زيرو، ولو بيربنديكولر نقول ايه؟ 90. نفس الكلام هنا، لو ده الماجنتيك فيلد والسلك عامل كده، يعني بيربنديكولر يبقى الثيتا ايكوال 90. لو ده الماجنتيك فيلد والسلك عامل كده يبقى بارلل، يبقى الثيتا بكام؟ بزيرو. لو خدت بالك كويس في الاثنين دول انت بتقول اللي في نفسك. يعني ايه يا مستر بقول اللي في نفسي؟ يعني بيربنديكولر 90 وبارلل زيرو، لكن هنا لا، انت بتعكس اللي في نفسك. يعني لو ده الماجنتيك فيلد ها وده الكويل وعامل 90 فعلا ها، تبقى الانجل بكام؟ بزيرو، مع ان الكويل بيربنديكولر. طب لو ده الماجنتيك فيلد ها وده الكويل بارلل اهو، يبقى الثيتا بكام؟ ها ب 90 والكويل بارلل. طب ليه السبب في ده يا جماعه؟ اهو السبب الخط اللي انا هرسمه ده الاصفر ده اللي هو الام دي كده. الزاويه بين الاصفر والابيض الام دي والام اف كام؟ زيرو. هنا اهو هو بيربنديكولر على الكويل، عامل كام يا جماعه؟ انجل كام؟ ها 90. فهنا قول اللي في نفسك، قول اللي في نفسك، اعكس اللي في نفسك. مقارنه مهمه جدا للتلات قوانين اللي فيهم ساين ثيتا لغايه دلوقتي. طيب اسمعني، احنا قلنا في الزحمه ان في خط وهمي اسمه ايه معها؟ ماجنتيك دايبول مومنت. وقبلها يا جماعه قلنا ان لازم الطالب يذاكر التورك كده، زي ما قلنا يا جماعه في الجزء اللي فات ان الفورس عباره عن اربع افكار. لازم ابقى عارف ده بقى ها، التورك بيساوي ايه؟ بيساوي اي القوتين في البيربنديكولار ديستانس، بيساوي بي اي اي ان ساين ثيتا، بيساوي ها البي اي ان دي اللي هي معاها الام دي ساين ايه؟ ساين ثيتا. ادي الثلاث قوانين اهو يا جماعه، دول اللي افكر فيهم في مساله التورك. طب مين الام دي؟ مين يا جماعه الام دي بقى؟ ها رقم واحد. هو احنا قلنا ايه بقى؟ بيربنديكولر تو كويل، يبقى واحد بيربنديكولر تو كويل. اتنين هو فيكتور، كلمه فيكتور يعني عنده ايه يا جماعه؟ ماجنتيود ودايركشن. ثلاثة عنده دايركشن بيخرج من النورث بول، يعني لازم عايز تقول ان هو ده الام دي، يبقى لازم الكرنت يبقى ماشي انتي عشان ده يبقى وش ان. هو بيخرج من النورث مش من الساوث. أربعة ايكوال ايان او ناي، قولها ناي او ايان، دي الفاليو بتاعته. لو قال لك هات لي قيمة الام دي. خمسة بستخدم قاعدة السكرو رول واعرف اسمها عشان احدد مين الدايركشن بتاعه. كام نقطة دول يا جماعة؟ خمسة. كام نقطة دول يا شباب؟ خمسة مهمين جدا عن الحج ماجنتيك دايبول مومنت. اوعى تنسى انه خارج منين؟ من النورس. طب ممكن يعمل لك مسألة عليها دي؟ اه. يجيب لك كويل كده ويجيب لك كويل كده. انتي انتي. ويديك هنا مين يا جماعة؟ الاي والاي. الاي والاي. الان والان. ويقول لك احسب الام دي توتال. واحدة واحدة، مش ده انتي؟ يبقى الام دي خارج كده. احنا اخدنا ان هو بيخرج من النورس. طب ما الكبير انتي يبقى خارج كده. الاثنين ام دي مع بعض، يبقى ايان الاولاني
زائد ايه يا جماعه؟ عيان للتاني. طب افرض يا مستر جاب لي كده كويل ماشي انتي وكويل ماشي كلوك، واحده واحده. اللي ماشي انتي ده الام دي بتاعه ام دي 1، اللي ماشي كلوك ده وش اس، يبقى الام دي خارج من الناحيه الثانيه، يبقى كده. يبقى الاثنين ام دي بينهم يا جماعه عكس بعض، يبقى خلاص ام دي توتال بتساوي ايان لواحد ماينس ايان للثاني. ليه ماينس؟ عشان ايه يا جماعه؟ الاثنين عكس بعض. طيب جاب لك كويل كده بتوين تو ماجنت وقال لك السايد ده اتاثر ب 6 نيوتن وده ب 6 نيوتن والمسافه دي 10 سنتيمتر ودي 3 سنتيمتر، احسب التورك الماكسيموم. انا وانت عارفين ها احدى القوتين في المسافه العموديه ما بينهم، مش دي، دي بين القوتين، يبقى 10 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 2. ايه وحده التورك؟ نم. جت منين نم دي؟ ما احنا قلنا قوه في بيربنديكولار ديستانس، نيوتن في متر. القانون بيقول تورك بيساوي بي يا جماعه ام دي ساين ثيتا. قول لي كده يبقى ام دي بتساوي ايه؟ قول لي يا باشا كده ام دي كده بتساوي ايه بقى؟ ها؟ تورك على بي ساين ثيتا، وايه كمان؟ اي اي ان. هو اصلا بيساوي ده ومن قانون التورك بيساوي ده. واحده واحده لو سمحت. التورك وحدته نم والبي بالتسلا، ادي وحده. ايان ها؟ الاي بالامبير والاريا بالمتر سكوير، ادي وحده لان الان ملهاش يونت. ركز في اللي جاي. مصر كلها عارفه ان الاف بتساوي ام جي. يعني نيوتن بتساوي ها كيلو جرام متر بير سكند سكوير. تعال هنا. نيوتن في متر على تسلا اهي. هنمسح النيوتن ونحط مكانه قيمته. ها كيلو جرام، المتر دي في المتر دي متر سكوير، سكند سكوير، ادي كمان يونت. ايه دول يا جماعه؟ دول ثلاث وحدات من غير حفظ لمين؟ للام دي. ثلاث وحدات لمين يا جماعه؟ للام دي. عندك يونت كمان مهمه في الجزء ده، يونت البروبابيلتي. الناس بتقعد تحفظها. لا يا جماعه، ما انت عارف ان البي بتساوي ايام تو بيد، منها الميو بتساوي ايه؟ ها بي في 2 باي دي على اي، بي في 2 باي دي على مين يا جماعه؟ على اي. يبقى تسلا في متر على امبير. مين؟ تسلا في متر على امبير. طيب كمل معايا. انا عارف ان الفاي بتساوي اب سلم، يعني ويبر بتساوي ها متر سكوير، الاريا بمتر سكوير في تسلا. دي تسلا في متر بس، دي تسلا في متر سكوير. طب ما انا لو ضربت في متر فوق ومتر تحت ما عملتش حاجه. تسلا في متر سكوير اهم يا جماعه، متر سكوير اهم، تدي ايه؟ ويبر على امبير في متر، على امبير في متر. ويبر على ايه يا جماعه؟ على امبير في متر. ادي يونت، ادي الثانيه. في واحده ثالثه مهمه جدا وخبيثه، نيوتن على امبير سكوير، جت في الامتحان قبل كده. يبقى البرمابيلتي 1 2 3. حد هيقول لي مستر ليه دي يونت للبرمابيلتي؟ تعالى يا عم نعملها. نيوتن على امبير سكوير. انا عارف ان نيوتن دي وحده القوه، والقوه بتساوي ان شاء الله يا جماعه بل. يبقى تسلا في امبير في متر على امبير سكوير، اللي هي مين يا جماعه؟ امبير في امبير. هتروح امبير مع امبير يظهر لك تسلا في متر على امبير، اللي هي لسه قايلينها ان هي وحده مين؟ البرمابيلتي. يبقى انت كده عندك ثلاثه مهمين فين يا جماعه؟ ثلاثه مهمين في البرمابيلتي، وثلاثه مهمين فين؟ في الماجنتيك دايبول مومنت. خلي بالك من دول ومن دول. طيب في مساله مشهوره في التورك بيقول فيها، اللي هي مرسومه عندكم في اخر الورقه خالص، سولينويد ها متثبت فيه كده ايه كويل،
من ديك للسولينويد ايه يا جماعه؟ الاي والان وطول السولينويد. من ديك للكويل ايه بقى؟ راديوس وكرنت، في كرنت هنا وكرنت هنا، ده كرنت السيركلر كويل، ده كرنت السولينويد، وعدد اللفات. معلومات كتير قوي، ست معلومات. عايز ايه مني؟ بيقول لي انا عايز ده يفضل هولد. احسب التورك على الكويل. طب بالراحة يا جماعة، التورك على الكويل ما قالش انهي كويل فيهم، بس قال عايز ده يفضل معلق. ارجع بالذاكرة لدرس التورك. درس التورك كان فيه كويل هنا بيتأثر بقوتين فبيقعد يلف بس معلق. نفس الكلام هنا يا جماعة، انا عايز ده يفضل معلق هولد، فبالتالي ده اللي هيتأثر بقوتين، يعني ده اللي قايم بدور مين؟ الكويل. قانون التورك ايه ان شاء الله؟ ها بيان. البي دي تبقى بتاعت الماجنت، والاي والاي والان زي ما اتفقنا بتوع الكويل. طب ما انت معاك الاي ومعاك الان ومن الراديوس تقدر تجيب ايه يا جماعه؟ الاريا. يبقى انت كده الحمد لله قدرت تجيب مين؟ قدرت تجيب دول. طب يا مستر والبي بتاعت السولينويد مش ده يا جماعه؟ ها مين اللي قايم بدور الماجنت هنا؟ السولينويد. خلاص يبقى منيل. بص كويس هتلاقي كل حاجه معاك ما عدا الميو انت حافظها. معايا يا جماعه؟ وبالتالي يعني المساله دي طالما قال عايز يعلق السيركلر كويل يبقى كده السولينويد قايم بدور الماجنت والسيركلر كويل قايم بدور الكويل اللي هيلف. يا جماعه ده مهم جدا 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 عشان ابقى فاهم ازاي الاثنين اتركبوا على بعض ومين قام بدور الماجنت ومين قام بدور ايه يا جماعه؟ الكويل. عايز اقول حاجة اخيرة، اي شكل هندسي منتظم مهمة دي دخل الكرنت قسمه لجزئين مش شرط قد بعض، البي توتال عند السنتر ايكوال زيرو. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ده سيركلر كويل، انا بقول لك الكرنت عامل كده والكرنت عامل كده. اولا ده شكل منتظم فوق زي تحت، مفيش حته تخينه وحته رفيعه. دخل الكرنت قسمه لجزئين، جزء كده وجزء كده، واتجمعوا هنا، يبقى البي توتال هنا بزيرو. طب مستر كده الامتحان عمل لي كده، الكارد قسمه الربع وثلاث ارباع وانت مغمض، البي توتال بزيرو. طب يا مستر ها ترانجل والكارد دخل كده، قسمه لجزئين، جزء حته واحده ار اهو وجزء اتنين ار، ار وار، وانت مغمض، البي توتال بكام يا جماعه؟ بزيرو. طب مستر السكوير دخل الكارد من هنا وخرج من هنا، ها قسمه لجزئين يبقى بي توتال بكام؟ بزيرو. لسه ها الريكتانجل ده دخل الكرنت من هنا وخرج من هنا، يبقى البي توتال في النص بكام؟ بزيرو. اي شكل هندسي منتظم، اي شكل هندسي يا جماعه منتظم، عمل لك في الامتحان كده وقال لك ايه؟ دخل من هنا الكرنت وخرج من هنا، يبقى البي توتال بكام هنا يا جماعه؟ بزيرو. طالما الحته دي مش اتخن من الحته دي ولا الحته دي ارفع من الحته دي، نفس السلك. اي شكل هندسي منتظم، ومنتظم يعني مفيش حد اتخن من حد، دخل الكرنت قسمه لجزئين، فان قطعا البي توتال عند السنتر بزيرو. عايز تثبت اي واحده منهم تعالى لي عيني اثبتها لك، حاضر. لكن ليه وجع القلب؟ ما هو مش هيجي في الامتحانات اثباتات، الحمد لله انت اتشال معاك الكلام ده، فبالتالي نعرف المعلومه عشان ما ينفعش حرام يبقى يجيب لي سؤال زي ده واقعد بقى اقول ده سيركلر كويل وده سيركلر كويل، بس ده ربع عدد لفاته ربع وده عدد لفاته كام؟ ثلاث ارباع، واجي اقسم الكرنت. انت عارف ان ربع دي تاخد ثلاث ارباع اي، الكرنت عكس الريزيستنس، وهنا تاخد ربع، تيجي تعوض في القانون ده ماينس ده كانوا راحوا مع بعض وبقت زيرو. مش هجيب لك اثباتهم سهل، بس هي الفكره انك تبقى عارف المعلومه دي. معلومه يا جماعه ايه بقى؟ ها مهمه. طيب كده انا خلصت النص الاول قدر الامكان من تشابتر 2. انت عليك ايه بقى؟ ال 10 افكار دول
يبقوا في دماغك دايما الورقة معاك، واحد اتنين تبقى دايما بتحل كتير وعندك استعداد ان يقف قدامك حاجات وتعافر فيها وتعرفها، بس الكونسبت انت فاهمها خلاص. ده دي المبادئ الاساسية يا جماعة في شابتر 2، انك بتجيب فيلد مع بعض بلس عكس بعض ماينس، بيربنديكولار تعمل روت، درس الفورس جه ليه وحصل فورس ليه، طب درس التورك معناه ايه، طب ايه القوانين اللي افكر فيها لما تجيلي مساله التورك، ثلاثه ايه القوانين اللي افكر فيها لما تجيلي مساله فورس، اربعه واحده من اربعه، وهكذا. اللعب على ان مش عارف ايه، احنا نظمنا الدنيا فقط لا غير. ما يمكن الشرح ده موجود في الفيديوهات، لكن تنظيم الدنيا بالشكل ده والشيت الخطير اللي انت خدته ده صدقني ليه قيمه كبيره جدا وهينفعنا اخر السنه جدا 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 جدا، لان الواحد تعب فيه. خصوصا نظم فكره رقم 5، انت خدت فكره رقم 5 قسمناها سيركلر كويل وسولينويد، فكنا الاشتباك عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه وانت بتحل، هو ده ولا ده، هو اي ولا في، هو ريديوس ولا ال، يبقى عندك اختيارات بتعرف تختار منها. ارجوك لما نقول يا حل في الكويشن بانك، حل كل جمله وافهم كل فكره، وان كان في حاجه وقفت في الفيديو مثلا ما فهمتهاش اسال فيها، ما تسكتش. ربنا يوفقك. احنا بقى دلوقتي هناخد ايه بقى يا جماعه؟ ابلكيشن ها اون تورك. يعني ايه كلمه ابلكيشن اون تورك يا جماعه؟ يعني اجهزه فكره عملها عشان تشتغل مبنيه على التورك. يعني عشان الحاجه دي تشتغل لازم يحصل تورك، وانا وانتوا عارفين خلاص يعني ايه تورك. ها كويل عدى فيه كهرباء فتأثر بقوتين فابتدى يحصل له ايه يا جماعه بقى؟ ها روتيشن. تمام. اول جهاز هنتكلم عليه الجالفانومتر، وهو جهاز بيقيس ايه يا جماعه؟ ها الويك كارنت. يعني ايه مستر ويك كارنت؟ كارنت بالملي امبير او بالمايكرو امبير، يعني الملي تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 والمايكرو تايمز 10 تو باور نيجاتيف 6. يبقى تمام، حضرتك عايز تعرف ايه هو الجالفانومتر؟ جهاز بيقيس كرنت ضعيف. يعني ايه يا مستر كرنت ضعيف؟ بكام يعني؟ 1 امبير 2 امبير؟ لا، بيقيس بالملي امبير او المايكرو امبير. وادي التحويلات والفرق بين الملي والمايكرو، الملي ام سمول والمايكرو ام كابيتال، عشان في ناس بتقول لي افرق ازاي بين الملي والايه يا جماعه؟ والمايكرو. تمام. شكل الجهاز عامل ازاي؟ تو كونكيفد ماجنت اهو، انا باصص عليه من فوق يا جماعه. ها سلندر من الحديد، ده الان وده الاس. هنا في كويل عدد لفاته كبيره، هنا في سبايرال سبرينج سوسته كده يا جماعه، وتحت في سوسته زيها. هي عباره عن ايه بقى يا جماعه؟ اسطوانه في سوسته فوق وسوسته تحت، فانت لو باصص من فوق هتشوف ايه المنظر ده. هيطلع من دي ها البوينتر وادي الزيرو، نازل من دي سلكي كده، ومن السبايرال اللي تحت يا جماعه سلكي كده. ده شكل الجهاز. يبقى تاني ها تو كونكيفد ماجنت، سلندر في النص عليها ها كويل من النحاس، في سبايرال هنا وفي سبايرال تحت، نازل من السبايرال دي اللي هي الايه يا جماعه السوسته سلك، ومن تحت ايه يا جماعه سلك تاني. ادي المنظر اهو. ازاي بيشتغل الجهاز ده يا جماعه؟ انا معايا اله حاسبه الكرنت فيها 3 ملي امبير، عايز اقيسه، انا مش عارف ان هو 3 ملي امبير. بروح موصل دي مثلا جوه الاله بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف او العكس مش فارقه. فالكهرباء اللي احنا عايزين نقيسها يا جماعه تمشي كده، بصوا كده 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 كده، تخش الاول على مين؟ على السبايرال سبرينج، ومن السبايرال تعدي فين؟ في الكويل. يوم يحصل ايه في الكويل؟ الكويل يا جماعه اهو محطوط بارلل ها في ماجنت عدى فيه كهرباء، ده يتاثر بقوه عامله كده وده يتاثر بقوه عامله كده. اسمها ايه لما الجسم يتاثر بقوتين ايكوال واوبوزيت ونوت اون ذا سيم لاين؟ تورك. فيحصل تورك، انا بقول لك الترتيب اهو يا جماعه، تورك في الكويل. طب مستر هل هيحصل تورك في الكويل فيلف لفه كامله؟ لا، هيلف لفه صغيره.
ليه؟ لانه لما يلف كده يا جماعه السبايرال دي بتتلوي، بصوا التو سبايرال دول بيتلبوا كده، فده تورك تاني. يعني في كام تورك يا جماعه؟ اتنين، واحد في الكويل نتيجه مرور الكهرباء، والتاني ها تورك تاني في السبايرال سبرينج. ماله بقى يا جماعه؟ ها ضد الاولاني، ضده. يبقى ده التورك اللي في السبايرال بيمنع دوران الكويل، وبالتالي يا جماعه عند الايكوليبريم طبعا البوينتر بيتحرك مع السبايرال، كل لما تلف البوينتر يعمل كده لغايه بقى يا جماعه لما يقف عند قيمه معينه. امتى؟ لما التورك اللي في الكويل يساوي التورك اللي في السبايرال سبرينج، وساعتها البوينتر يبص عند القرايه، يبص عند ايه يا جماعه؟ القرايه. وساعتها برضو ها التورك توتال، طالما هو الاثنين دول قد بعض يبقى التورك توتال بكام يا جماعه؟ بزيرو. ودي مكان سؤال، انا هقول لك التريكات اللي في الجلفانومتر اللي فيها اسئله، دي حته سؤال. ليه بقى؟ يقول لك ها جلفانومتر اس 5 ملي امبير. طب طالما الجلفانومتر اس 5 ملي امبير يبقى ساعتها التورك توتال بكام؟ اكيد بزيرو. طب تورك الكويل ماله ساعتها بتورك السبايرال سبرينج؟ اكيد بقى قد بعض عشان البوينتر يقف ويقيس. يبقى خلي بالك اكتبها وبروزها. ها يا جماعه البوينتر بتاع الجلفانومتر بيقيس كارنت لما التورك يساوي التورك، ولما التورك توتال يبقى بكام يا شباب؟ بزيرو. طيب تمام كده عرفنا يا جماعه ان ايه بقى؟ ها الجلفانومتر ريد لما التورك الاولاني يساوي التورك الثاني، او تورك الكويل بيساوي تورك السبايرال، وساعتها بقى يا جماعه ها التورك توتال هيبقى بكام يا شباب؟ بزيرو. ساعتها البوينتر يقف عند قيمه معينه، دي نقطه مهمه. طيب النقطه الثانيه المهمه، اسمعني كويس، انا لما رسمت الجلفانومتر رسمته كده كونكيفد. يا ترى ليه كونكيفد يا جماعه؟ اسمعني بقى، دلوقتي التورك بيساوي بي اي اي ان ها ساين ثيتا. انت عايز التورك ده يبقى دايركتلي مع الاي ده، يعني لو دخل في الجهاز 2 ملي امبير يعمل ديفلكشن ب 2 ملي امبير، لو دخل 4 ملي امبير يعمل ديفلكشن ب 4 ملي امبير. طب ونعمل ده ازاي؟ ازاي نخلي ده دايركتلي مع ده؟ لازم بقيه الفاكتورز تبقى كونستنت. طب بالعقل كده الاي كونستنت، ها والان اوريدي كونستنت، الاريا بتاعت الكويل ثابته وعدد اللفات ايه يا جماعه؟ ثابته. طيب ازاي اخلي البي ثابته؟ ايه البي دي؟ اللي هي الماجنتيك فلوكس دينستي بتاعت الماجنت. هي مش دي دايره يا جماعه؟ ومعروف عن الدايره ان اي ريديوس قد الثاني. يبقى كده الكونكيف خلت ده على شكل ايه يا جماعه؟ راديال. فلما بقى راديال بقى ايه بقى يا جماعه؟ بقى كونستنت، يعني كله قد بعضيه، فثبتنا دي. طب والكويل يا مستر؟ الكويل اهو اسمعني كده اهو، ها بارلل لحبه خطوط. بص طب لو كده بارلل لحبه خطوط، طب لو كده بارلل لحبه خطوط، اذا ها خلي دي دايما ساين كام؟ ساين 90. يعني كمان ثبتت دي يا جماعه. كده بقت دي كونستنت ودي كونستنت ودي كونستنت ودي كونستنت، يعني بقى التورك ها دايركتلي مع الاي. طب ايه الفايده يا مستر لما حصل كده؟ الجهاز بقى فيري سنسيتيف. الجهاز بقى ايه بقى يا جماعه؟ حساس للكرنت الضعيف. تعالى نعكس الكلام، ايه اللي يحصل في الامتحان لو قلت لك الماجنت بتاعت الجلفانومتر نوت كونكيفد عاديه كده؟ اعكس الكلام بقى، هيبقى ساين ثيتا مش كونستنت والبي مش كونستنت، فالتورك مش هيبقى دايركتلي مع الاي، فالجهاز مش هيبقى فيري سنسيف، السنسيفتي هتقل. السنسيفتي بتاع الجهاز ايه يا جماعه؟ هتقل. اذا نرتب معايا كده، ايه دور الكونكيفد؟ ميك بي راديال شيب، ميك بي كونستنت، ميك الكويل اولويز بارلل، زين التورك دايركتلي مع الاي، زين الجهاز فيري سنسيف. طيب احنا قلنا ان هنا في اسطوانه وهنا في سبايرال سبرينج، يا ترى السبايرال سبرينج دي يا جماعه دورها ايه؟ دورها ثلاث حاجات،
رتب معايا. اولا الكهرباء لما دخلت من خلالها للكويل، فممكن نقول ان واوت للكرنت. اتنين، مش هي اللي عملت التورك المعاكس للاولاني؟ يبقى بتعمل ايه ان شاء الله؟ ريزيستنج تورك. بعد ما نخلص قياس خالص يا جماعه ونفصل الكهرباء، ها مين اللي كانت ملويه؟ السبايرل، فهترجع تاني فترجع البوينتر للزيرو. فنقول ايه بقى كلمه ايه بقى؟ ها ريتيرن البوينتر تو زيرو. امتى؟ افتر اند ميجرنج. افتر اند ايه يا جماعه؟ ميجرنج، بعد انتهاء القياس. يبقى بعد ما نخلص قياس هي اللي هترجع البوينتر للزيرو. ليها كام دور؟ ثلاثه. ده مين دي يا جماعه؟ السبايرال سبرينج. طيب رسمه الجلفرومتر عامله كده تاني اهي. الفكره في ايه؟ اسمعني كويس. تحت ده يا جماعه، تحت الجهاز ده جهاز كبير. ده جهاز كبير يا جماعه مش جهاز صغير. تحت الجهاز ده في حجر اسمه بيرنجز. البيرنجز دي بتبقى اسمها حجر العقيق بالعربي، حجر ناعم قوي. ليه؟ عشان يقلل الفريكشن، تو مينيمايز. يبقى البيرنجز هي يا جماعه تو مينيمايز فريكشن، عشان اقلل مين يا جماعه؟ عشان اقلل الفريكشن. لو الحجر ده اتشال الفريكشن مش هيبقى قليل، هيبقى عالي، وده هيأثر طبعا على الريدنج. تمام. يبقى قلنا يا جماعه دور الكونكيفد، ها دور السبايرال سبرينج، دور الحجر اللي تحت. اوكي اسمعني بقى كده. جبت يا جماعه جلفانومتر اللي موجود في جامعه القاهره. اهو. وجبت الجلفانومتر ايه اللي زيه بالظبط فين؟ في جامعة عين شمس. اهو. ودخلت لده 3 مللي امبير، ودخلت لده كام يا جماعه؟ 3 مللي امبير. وكأني ها يا جماعه وكأني مسكت اتنين بني ادمين وضربتهم بالقفا. واحد جبله والتاني حساس قوي. الجبله هيعمل ايه يا جماعه؟ الجبله هيقول لي ايوه، هيبقى عايز حاجه؟ ولا كأني ضربته بالقفا. طب التاني هيقول لي مش قادر ويترمي على الارض ويعمل فيلم. نفس الكلام يا جماعه، ها انا دخلت نفس القفا، بص ضربت نفس القفا. اللي حصل كالتالي، لقيت واحد عمل كده اللي هو الجبله، وواحد يا جماعه ها عمل كده. شايف زاويه الانحراف ده؟ وشايف زاويه الانحراف ده؟ ها يا جماعه مين حساس اكتر؟ طبعا وانت بتتفرج بتقول ده. ليه؟ لان هو اتنفر وعمل ده كله. طب ليه حكمت على ده ها ان هو حساس وان ده اقل حساسيه؟ لان يا جماعه الحساسيه بتتحسب كده، ها الزاويه اللي عملها البوينتر لما خد بالقفا. يبقى السنسيتيفيتي بتساوي ايه يا جماعه بقى؟ ها سيتا على اي. بتساوي ايه يا شباب؟ سيتا على اي. وبتتقاس يا جماعه ديجري على مايكرو امبير او ديجري على ملي امبير زي ما اتفقنا انه بيقيس كارنت ضعيف. يبقى ده قانون ايه يا جماعه؟ ده قانون السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. طيب حته مهمه جدا 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 جدا، احنا قلنا رقم الحته الاولانيه المهمه يا جماعه امتى يعمل ريدنج الجلفانومتر؟ لما التورك الاولاني يا شباب يساوي ايه يا جماعه؟ ها التورك الثاني. وساعتها التورك توتال بيبقى بكام يا شباب؟ بزيرو. قلناها دي. اتنين بقى، الفاكتورز على السنسيتيفيتي. اسمعني بقى كده، ها مش سيتا ومش اي. ايه ده يا مستر؟ ما القانون بيقول ثيتا على اي. ايوه صح، بس لما الكرنت بيزيد الثيتا بتزيد، فبيفضل ده زي ما هو يا جماعه. يعني ليه ترسم لنفسك كده ها سنسيتيفيتي وثيتا واي، او العكس بقى، ها هنا سنسيتيفيتي وهنا ثيتا واي، تطلع عامله كده يا جماعه.
مهما الثيتا والاي يتغيروا السنسيتيفيتي ثابته. دي نقطه مهمه. امال مين يا مستر الفاكتورز افكتنج بقى؟ اسمعني. قال لك البي والاي والان والتورك بتاع السبايرال سبرينج والفريكشن. تاني كده يا جماعه، مين الحاجات اللي بتاثر في السنسيتيفيتي؟ ايه اللي يخليني اقول الجهاز ده حساس والجهاز ده لا؟ ها البي والاي والان واللوي اللي حصل في السبايرال ان هي تبقى جديده وبتتلوي بسهوله، ومين يا جماعه؟ ها والفريكشن اللي هو الحجر. قلنا الحجر العقيق ده بيساعد على ان السنسيتيفيتي تبقى عاليه. طيب الجزء الثالث بقى يا جماعه. قلنا في وسط الشرح، قلنا في وسط الشرح ان الكويل دايما بارلل، فاجي احاول اخدعك واقول لك ايه؟ جالفانومتر اوف كونكيفد ماجنت، ااكد لك المعلومه. طالما كونكيفد ماجنت يبقى دايما ايه؟ بارلل. يبقى دايما ثيتا بتساوي كام؟ انتوا عارفين في التورك بناخد الزاويه بين البربنديكولار والكويل، يبقى 90. يعني يا جماعه دايما في مسائل الجالفانومتر التورك بيساوي ايه ان شاء الله؟ بي اي اي ان ها ساين 90. لو اديتك زاويه يبقى بديها لك عشان السنسيتيفيتي. لكن يا جماعه هحاول اخدعك، هقول لك ايه؟ هقول لك جالفانومتر اوف كونكيفد ماجنت. حلو؟ واروح قايل لك بقى عمل زاويه، البوينتر بتاعه عمل زاويه 30. طب طالما عمل زاويه 30 يا جماعه يبقى ال 30 دي مين؟ ها بتاعه السنسيتيفيتي. لكن ما تعوضش في قانون التورك، اقول لك احسب التورك على الكويل وانت مغمض. طالما جه الفانومتر يبقى بي اي اي ان ساين 90، دايما ساين 90. ليه؟ لان هي كونكيفد، والكونكيفد خلت الكويل دايما ايه؟ بارلل. وبارلل في التورك يعني ساين 90 يا جماعه. فده برضو ايه؟ التلات نقط دول تركات في الجالفانومتر، وفي تركات مهمه لازم تخلي بالك منها.